يا براك، ممكن إني استعمل إقلام الشمع يلي هنيك؟ إيه عادي استعملها. ما في مشكلة؟ يا براك؟ نعم. بدي أسألك سؤال. اسأل. إيه بس قبل ما أسألك، أنت بدك تقولي لي شيء. مثل شو يعني؟ مثل أنت ليش خربشت عليها؟ هون كان في ورقة فوق هي، وفي حدا كان كاتب عليها، وهو عم يكتب شهادة القلم كتير وترك أثر تحتها. أنا خربشت عليها هلأ، قلت بلكي بلاقي قلوب بس ما لقيت شي. بلكي في حدا عم بيفكر فيني؟ إيه خربشت وشو لقيت؟ دقيقة بس. ليكي، أنا لقيت قلوب صغيرة كتير، هي صغيرة لدرجة مبيني مثل النقط يعني. ليش هيك؟ يلا هات لقلك. هيك شو رأيك؟ ليش هيك عملتي؟ ها ليكن وصلوا. والله إنه بينخاف منك يا أويا. والله بتشبهها كتير. إيه؟ مو مبين إنه بتشبهها؟ ايه مبين، انت طلعت كتير بتشبهيها وكأنه هي. ايه حطيت لها ثلاث طبقات مكياج على وشها، حتى اذا لا سمح الله كانت رح تنكشف، رح يكون صعب على الشخص انه يكشفها. بس اسمعيني انسه، نحن لازم نعمل هذا الشيء مع بعض ونحفظ، نعمله بالحديقه ممكن؟ باريش، انت لقيت السماعات؟ لقيتهم. انستي بدك تحطي السماعه. او يا خانم، أنا عن جد صرت بشبهها هالقد؟ فيكي تطلعي بالمراية وتشوفي الشبه. لا، هذا ما أنا مكياج أبدا، هذا نسخ للوش. سامي فكرت. إيه شو فكرت؟ يعني مش الحال هلا؟ إيه لكان مش الحال طبعا. ما عم صدق ابدا، عن جد فظيعه. في حديقه الباي بيلحن الحانه فيها دائما، وهنيك كان يلتقى بالست نرجس كمان، وهلا هو عم يستنانا حتى نلتقي فيها. تمام، انا شوي وراجع. أنا أظن هذا الشيء ما مريحني أبداً، خصوصي إنه مع رجال غريب. يا أستاذ، أنا بالأصل قلبي عم بدق كتير، أعطيني أعطيني من هذا المهدئ لشوف يلا. طيب خدي، شكراً كتير لكم على كل شيء عملتوه. ولو العفو. يسلم إيديكم. الله يسلمك. هوب هوب هوب، أنت شو عملتي لك نصوصة؟ شو عملتي؟ كله مشان علي، مو هي هي الحقيقة؟ يلا لنشوف، خدوا هالمصيبة الجديدة. قولي لي أنت منيحة يا أنسة؟ منيحة. ما رح يصير شي، ما رح يصير شي. يلا بنتي حبيبتي خبريني شو بيصير معكن. ايه مع السلامة. شكلك حابب تسألني سؤال، واللي هو انه انا ليش انقذته. اي أيوة والله مزبوط. اولا ما حدا رح يشك فيني بعد هلا، ثانيا صرت بطل بعيون حدا بحبه، ثالثا لو صار شي بالسيارة كان حدا شك فيني. والسبب؟ السبب انهم كلهم رفقاته، وإذا ما حدا شك أكيد رفقاته رح يشكوا. مثل ما بتعرف علاقتنا ما كانت منيحة. فهمتني هلا؟ أي فهمت. أنسي اسمعيني. ليكي، أنا حطيت لك السماعات هون، لازم تسمعيني فيهم بس أحكي، وعلى كل حال أنا رح أحكي من موبايلي. تمام؟ اسمعيني كتير منيح شو رح يصير هلأ، تمام؟
الرجال بده يسألك وانت اسمعيني انا شو بدي جاوبك ودغري بتحكي تمام؟ ما تنسي اسمعيني كتير منيح. تمام مو هيك يا نصار؟ تمام ولو؟ تمام تمام. خلونا نبلش. انت ليش هجرتيني؟ ليش تركتيني ورحتي؟ انا كتير ندمانة. ندمانة؟ خلي أدانك مع هون. بس انت ما سألتي حدا عني، احكي ليش. انت مين قالك هذا الحكي؟ انت كنت تحبي ألباي كرمان؟ ايه، دورت عليه بكل رجال العالم. وزخ. انفصلنا بسبب اخوكي، ليش عمل هذا الشيء؟ لانه وسخ. ايدي وراها حبه برصيبه. انت وياه يلا كملوا. المشكله انه ما كان في عمله. لا تفكر بهي الطريقة يا روحي. شو عم تحكي هاي؟ هيك بكفي ما؟ اي تمام ان شاء الله. يعني مو هيك يا نزان؟ سمعتها؟ طيب لكن لازم تكون موجود معها، هيك احسن برأيي. طبعا طبعا، وهيك انا برأيي كمان، بروح معها اول شيء. اي يا ريت يا استاذي تكون معها، بعدين اخترع شي شغلة وهروب من هنيك لحتى تتركوا العشاء سوا شوي. يا ربي دخيلك بشو عم تمتحني يا الله. بلا ما نقول عشاء يا بنتي، بلا ما نقول عشاء مشان ما تتلف اعصابي. تمام هيك؟ ما منقول، ما منقول يا استاذي. ايش الرجال، قومي يا نصار. انستي يلا حبيبي بترجاكي مشان عالي. تمام تمام فزي. عندي ما تقلقي. نزوصه مشي بقى. يلا حبيبي هاتي ايدك لهون. على مهلك شوي شوي. عم تتقيلي. مرحبا يا بيك. يا مرحبا. أنا بكون صديق عائلة نرجس خانم يا بيك وإجيت معها اليوم ورافقتها اليوم لهون يعني. تشرفت بمعرفتك. أهلين. نرجس مبين إنك تعبانة، كيف صحتك يا روحي؟ أنا جوعانة والله. إيه هي جوعانة، جوعانة للحب، جوعانة للطبيعة وللحياة، هيك بتقصد. قليلي شو بدك أعمل يا روحي؟ أنت بس أمريني. سميت سند. سند هي عم تدور على السند يا بيك، بدها تلاقي سند بهي الحياة لحتى يسندها، بتعرف أنت. آه يا نرجس يلا رح خليكن لحالكن، تشرفت فيك يا بيك. وأنا كمان، الله معك أستاذ. يلا بخاطرك. مظبوط. هاتي ايدك نرجس، خلينا نقعد مع بعض. ما بقدر انه ما اسالك، ليش رحتي؟ ليش تركتيني يا نرجس؟ بسبب وساختك. انت شو عم تحكي؟ انسي غلطتي، انت رح تقولي انا ندمانه كثير، ندمانه كثير، شو بك؟ انا ندمانه كثير عن جد يعني. كنت تحبي ألباي كرمان عن جد؟ اتركوا لهذا الغبي. ما فهمت عليكي. أخوكي فرقنا صح؟ ليش هو عمل هيك؟ أنا عرفت ليش، لأنه ما كان معي مصاري بوقتها، صح كلامي؟ أنا دورت عليه بكل الرجال. عن جد؟ غلطت تاني مرة. بس يعني كان منيح لو ما قالت هيك. تأخر الوقت. أنتِ ما حبيتيني أبداً يا نرجس. لك مين يلي اخترع هذا الحكي أخي؟ خربت كل شيء. أنت ما تغيرتي بنوب، لساتك نرجس اللي بتمزح. عن جد أنت ما تغيرتي، لهيك أنا بحبك كتير. لك 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 عم يبوس إيدها هالدب. هلأ أنتو كان في عندكن فرقة موسيقية بالجامعة، روك الأناضول، هيك كان اسمها؟ ماني متذكر. شو كان اسمها؟ شو كان اسمها؟ شو كان اسم الفرقة؟ دقيقة بس، ما في هيك شيء بالدفتر. أنسي ما أنا موجود عنا، يعني اخترعي لك شي شغلة من عندك. أنستي قولي أي شيء من عندك، أي شيء بيطلع معك، يلا دبري حالك. إيه كان اسمها الفراشة على دنب الحصان. نازال. لا لا، كان شيء أنقى بكتير. نقي كتير، نقي كتير يا أولاد، شيء نقي كتير عن جد. معقول إنه يكون شيء مثل الغول يا أولاد؟ أنستي قولي عن شيء بيشبه الغول، اخترعي لك شي شغلة يلا. ليديون يمكن. ليديون، ليديون، شو كانت أول غنية؟ يلا منيح.
في مصاري في راحة. 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 لهون بكفي. أنا رح أترككم هون لأنه صار لازم أروح. لوين رايح؟ يا الله. خبرك بعدين ماشي. عن جد مانك معقول. وأنت كمان مو معقولة. شوفكم بعدين. مبينين مناح. إن شاء الله ينفع الحكي. أستاذي يقول لي أنت منيح؟ مضروب على قلبي بشو أعمل؟